في كنيسة القديس جورج الشهيد للاتين إربد تم منح سر المناولة الأولى والتثبيت لثمانية عشر من أبناء وبنات الرعية، وذلك في قداس احتفالي ترأسه الأب الدكتور جهاد شويحات القائم بأعمال النائب البطريركي للاتين في الأردن، وعاونه في الخدمة الأب فراس عريضة كاهن الرعية بحضور الأهالي والأصدقاء. إلى المزيد. بلباسهم الأبيض مثل الملائكة دخلوا الكنيسة ليجددوا مواعيد الروح القدس ويتناولوا أول قربانة إلهم. احتفلت رعية القديس جورج شهيد اللاتين إربد بالقداس الاحتفالي لمنح سري المناولة والتثبيت ل 18 طفل وطفلة من أبناء وبنات الرعية. ترأس الخدمة الأب جهاد شويحات جزيل الوقار القائم بأعمال النائب البطريركي للاتين بالأردن، وساعده الأب فراس عريضة كاهن الرعية والشديق جمال معايعة وأكيد خدام الهيكل بحضور الأهل والأصدقاء وأبناء الرعية. كلمة الأبونا شويحات للأطفال بأنه المناولة والتثبيت هي فرحة حقيقية إلهم، نقبل فيها جسد يسوع ومواهب الروح القدس لنكون شهود وأبناء حقيقيين ليسوع، وأكيد مع ضرورة الصلاة والتناول يوم الأحد. والأهل والأشابين كان إلهم دور من الرسالة أو كلمة الأبونا ليرجع ويأكد عليهم بأن الصلوات والتأملات تكتمل لما نأدي رسالتنا المسيحية بحياتنا وأخلاقنا بالمجتمع اللي إحنا عايشين فيه بصورة كثير منيحة وصادقة. ومن بعد العظة تم تجديد مواعيد الروح القدس لينالوا من بعده سر المناولة والتثبيت. وبنهاية الخدمة وجه الأبونا عريضة كلمة شكر وهدية كتير صغيرة ومتواضعة كعربون محبة وامتنان للأب شويحات، وكمان أطفال المناولة وجهوا كلمة شكر ومحبة للكهنة والحضور. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. مناولة مباركة للجميع، وبتمنى من الأهل والأشابين خصوصاً لينتبهوا لمهمتهم بهدول السرين المهمين ليكونوا فعلاً الأطفال شهود حقيقيين لأعمال وصورة يسوع بمجتمعنا. من إربد لقناة نورسات نيفين حداد.